ايمن عامل ايه؟ الحمد لله. الله يخليك. ايه اخبارك؟ اخبار النزهه ايه؟ تمام 100% والله الحمد لله. زي الفل، ربنا يعينك. ربنا يخليك. ايمن الشنطه دي ب 4 جنيه ما شاء الله، وفي عندنا خيار بلدي 2 ونص ما شاء الله، وعندنا شطه حمراء. خلي بالك ايمن هيشتري منك من اللي انت بتقوله ب 2 جنيه. خلي بالك وانا هبيعله، وانا هبيعله بالسعر اللي انت بتقوله. ماشي، بتقول له اسعار واحنا بنبيع. مفيش اسعار وخلاص. ايوه كده، احنا بنبيع اللي انت عايزه. بس حبيبي الليمون بكام؟ الليمون يبدا من 10 جنيه لغايه 20 جنيه. مفيش 25 درجات؟ لا مفيش 25. ليه رفيع عندك؟ اول يوم النهارده اللي نازل. الليمون ده بكام؟ ده ب 20. ده الليمون ده ب 20. ايه وده فين ابو 10 جنيه انت بتقول عليه؟ 10 جنيه فين ابو 10 جنيه تقول عليه؟ ده ب 10 هينزل واحد. هنزل واحدة يا ايمن. نزل واحدة. هنزل واحدة. انت عايز بس. خلاص؟ هنزل. نزل انت عايز. تمام. ماشي، الفلفل الشطة الحامي بكام؟ ده نوعية ب 3 جنيه ونص. ما شاء الله. النوعية دي ب 5 ب 4 ونص. ليه بتفرق ايه دي عندك؟ دي حجمها كبير وسعرها طويل. ما فيهاش تحويص، كاملة اللون. والفلفل الملون. الفلفل الملون ب 4 جنيه. طب الليمون ده أصفر شوية عن المخوط اللي فيه. دي لمونة صفرا عشان الفايق. عندك فايق؟ هي دي اللي ب 20 النهارده. البتنجان ده جديد مش شكاير. الرومي ده ب 2 جنيه. الشكاير ده جديد. جديد ده ب 2 جنيه. ماشي. شوف شوف ايمن عايز ايه. قول الفلفل الالوان. ب 4 جنيه وفي ب 12 جنيه جمله برضه. فلفل الوان؟ لا يا ايمن في ب 12 جنيه بمعنى. لا لا شتو ها صيفي. في شتو وفي صيفي. بس في ب 4 جنيه وفي ب 12 جنيه. انا جايبه ب 12 جنيه ده. ما شاء الله. بس دي حاجه ودي حاجه. الجوده بتفرق. القعده ثلاثي رباعي بيفرق شويه. وفي خيار جديد ب 6 جنيه. الخيار معروف. ما انا بقول لك في خيار ب 2 جنيه وفي خيار ب 3 جنيه وفي خيار ب 5 جنيه وفي ب 6 جنيه. كل حاجه لها سعر. وفي فلفل رومي ب 2 جنيه وفي فلفل رومي ب 6 جنيه. ما شاء الله. كل حاجه لها سعر. صباح الفل يا ايمن. صباح الاشتراك. صباح الفل. ماشي يا اسعد. ماشي يا ايمن. السلام عليكم. صباح الفل يا عم علي. منور الدنيا يا عم علي. الفلفل الرومي عامل كام النهارده يا عم علي؟ 3 ونص. ما شاء الله. ماشي يا عم علي. ماشي. يعني هو سعر واحد اللي هو هيقوله انت هتقوله؟ ماشي يا عم علي. والفلفل الشطه عامل ايه؟ الشطه برضه عامل 3 ونص. من 4 جنيه ل 3 ونص. ده زرع جديد. زرع جديد. بقول لك العروس والرومي ده جديد. العروس عامله 2 جنيه. بس ده فايق شويه. بس جديد. جديد. لان الجديد بيبقى في شكاير كده. ممكن تاخده المطاعم. شغل المطاعم. والرومي منه بكام النهارده يا عم عادل؟ انا الرومي جديد. الرومي الجديد. الرومي بجنيه. البتنجان بجنيه. الجديد. جنيه وربع جنيه. على حسب ممكن 60 قرش. ممكن جنيه. يعني في 60 شطارة الزبون. في 60 وفي بجنيه. مش شطارة. طب ما انت هتبيع بذمة واحدة. انت اللي هتقول. ايه؟ لا التاجر مش يعني على حسب. تمام ماشي يا عم عادل. بالك يعني مثلا بجنيه كده. ماشي يا عم عادل. يعني ممكن يقول جنيه ونص مثلا يبقى بجنيه. تمام تمام. يعني ممكن في بكذا. يعني يمشي كذا. يمشي كذا. نص جنيه. ايوه يعني يمشي بكذا. يمشي مظبوط. اصل لو قلت بنص جنيه واحد يقول لي بربع جنيه. تمام تمام. لما اقول له مثلا ب 2 جنيه هيقول لي طب بجنيه. بجنيه ونص. ايوه تمام تمام. شكرا يا معلم. الله يرحمك. شكرا. مع السلامه. 500 كل الخيار. الخيار من 3 ونص ل 7 جنيه. حسب صوب وبلدي ولا حسب ايه تاني؟ حسب صوب وبلدي وحسب الثمر حسب الخيار. يعني الجوده كمان من 3 ونص ل 7. اللي قدامنا ده يا عم سمير ده بلدي ب 4 ونص. ده ب 4 ونص ما شاء الله. الفلفل الشطه من 3 جنيه 3 ونص. اللي انت فاتح ده يا عم سمير 3 ونص. ده 3 ونص. ان شاء الله. الكوسه عامله ايه النهارده؟ عامله كوسه عشان بدا الجو حار تجيب الحمارة في دلوقتي. ايوه قعدت من 4 جنيه. بس كويس يعني. في متناول شويه. الليمون هو اللي شد شويه. هو عرض وطلب. الليمون قليل قوي دلوقتي. تمام. حتى هو رفيع شويه. في فاصل بين العروتين. ايوه. العروه الصيف والعروه الشتاء. تمام. فاصل بين العروتين دي. تمام. الليمون قليل.
عامل كام الليمون؟ الليمون معامل معاك فرده لغايه 5 و6، في فرده في ليمون لغايه 25 جنيه. ايوه لغايه كام؟ 25 جنيه. 25؟ اه عدى 25 ولا لسه؟ لا لسه، لسه ما عداش 25. على البركه. طب شوف الحاج عايز ايه ونكمل يعني. كوسه عامله كام النهارده؟ ب 6.5، 6 جنيه ما شاء الله. الكوسه دي جديده؟ اه جديده ما شاء الله. والفلفل الشطه عامله؟ الشطه برضه جديده دي. اه عامله كام؟ كوسه تحت ما شاء الله. جودة عالية. ده عامله 5.5، 6 جنيه. 6 ل 5.5. دي كيف عامل؟ دي صور. اه الصور دي بلدي. اه ده حامي عندي. البلدي حامي عن الصوب؟ عن الصوب. والصوب عامله كام؟ الصوب عامله 5.5، 5 جنيه. الاحمر يبقى ارخص ولا اغلى؟ لا الشطه الحمراء ب 7 جنيه، 7 6.5 اعلى. اعلى ايوه اعلى. هي مالهاش علاقه الاثنين مع بعضهم بسعر واحد يعني. دي لها مواسم ودي لها مواسم ما شاء الله. بس برضو دي جوده حلوه. ايوه الفول زي اللحمه. تفرق يعني الاسباني يا حمي؟ الاسباني؟ الاسباني حامي عندي، الاسباني موت. الاسباني بتبقى حاميه على النار. أيوة والسعر طبعا. ايوه والسعر، السعر بيبقى اعلى. اعلى كمان كل ما تبقى حاميه كل ما تبقى اعلى. ماشي يا حمي، ماشي، شكرا. ماشي. شكرا.